قبل 7 اكتوبر استهلت اسرائيل بوحده الساحات. بعد 7 اكتوبر شككت بوحده الساحات وبدات بنغمه سنه وشيعه، والفلسطينيين تركوا لوحدهم وكل انواع الطائفيه التي يمكن ان تمزق المجتمع العربي والموقف الموحد. ليتضح مع الايام بان اسرائيل قدرت تقديرا خاطئا وكبيرا، سواء على صعيد داخلي فلسطيني ومراهنتها على الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة بين منظمة التحرير وحماس، أو على صعيد الساحات الأخرى. عملية الضفة الغربية اليوم أعادت المفهوم هل غزة لوحدها في الحرب، وبالتأكيد لا، بإجماع أمني إسرائيلي، لا أتحدث عن الوزراء في حكومة اليمين، بإجماع أمني إسرائيلي أن الضفة الغربية في رمضان قد تنفجر كساحة موازية لساحة غزة وأكبر وأكثر تعقيدا، سواء بعدد السكان، ضعف عدد السكان في قطاع غزة، أو من خلال اتصال مباشر على طول الخط الأخضر مع 48 ومع القدس. وهذا بالنسبة لإسرائيل هاجس أمني كبير. على صعيد الساحات الأخرى يتضح أن التفاعل، وإن كان كل ساحة لوحدها وبطريقتها وعلى شاكلتها، إلا أن وحدة الساحات موجودة كما ونوعا وبالتزامن الحقيقي. وهذا بدأ من خلال خطاب إسرائيل بأنه لو خرجت من الحرب تريد ضمانات من الساحات الأخرى، وأن الأمور تتوقف. وهذا ما فهمته الولايات المتحدة الأمريكية منذ الساعة الأولى حين شنت حرب عالمية على قطاع غزة. أرى بأن إسرائيل أساءت فهم وحدة الساحات ولا تزال تسيء فهم وحدة الساحات. والأمور مرتبطة ببعضها البعض، لا يمكن فكها.